يعني انتم مسؤولين 170,000 تكفي حقنا من الميات وعشاء والاطفالك، مو احنا نقول لك انت بلد نفطي وغني وين؟ احنا كل قهرنا وضامنا من النفط، ما حد جاب الا مصيبه غير النفط، والله مليانه من هاي العيشه، مليانه من ضام الغيمه، اذا حد ينزل الرواتب، اذا حد يا مديرة جنقانة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهدين هو بس حكي من تشار شخصين راضي يستيق شوية جهتة سيش مختار يوم أنه من شوية سيش مختار ليش يا عرم ولاي بس يوم موقف في قضاء الأعفر من أجل تكثيف الجهود للمطالبة بتعديل سلم الرواتب. اليوم تل أعفر أكبر قضاء في العراق، نريد من قضاء تل أعفر، نريد من وظيفة قضاء تل أعفر التكاتف وتوحيد الجهود من أجل مطالبة تسلم الرواتب والذهاب إلى بغداد أيضا في 14/1 في أمام وزارة المالية للمطالبة بالأموال المخصصة لسلم الرواتب. اللي يجي الراتب الناس تفرح بالراتب، بس أنا القهر هذا الراتب شي كفي وين وديه للأطفال للحرمة للدواء للإيجار للمرأة.